السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأهلا وسهلا بكم في عالم الزراعة والتجارب الزراعية وما يحتويها. محتوانا اليوم بإذن الله تعالى مثل ما تشوف الحين نقل الشتلات البيدام هذه اللي تم إنباتها سابقا. الشتلات الكبيرة هذه يتم عملية نقلها في الشتاء لأنه الجو غير مناسب لها. أما الآن راح يتم عملية نقل الشتلات راح يتم عملية نقل الشتلات هذه ما شاء الله تبارك الله في الأكياس الزراعية بدرب الطينية العادية، ونستخدم هذه الأداة إن شاء الله. طبعا هذه الشتلات اللي تمت إنباتها في هذا الموسم الجديد، وهذا الموسم السابق راح يتم عملية نقلها في الشتاء مثل ما خبرتكم سابقا. أما هذه راح يتم عملية نقلها الآن. عزيزي المشاهد، إذا كنت غير مشترك بالقناة حط اشتراك وحط لايك وفعل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، راح تبقى صدقة العلم نشره وتعليمه، وتوكلنا على الله.